أحياناً دراستك تكون شيء مفروض عليك، هذا اللي كان موجود، ولكن بعد الدراسة تلقى شغفك. شغفك هو اللي وصلك للنجاح اللي الكل يبدأ يتكلم عنه. عشان كذي احنا نقابلك ونتعرف عليك أكثر في من يستحق الشهرة. حياكم الله. ضيفي اليوم في من يستحق الشهرة درس شيء وتعمق فيه وخذ سنة سنتين ثلاث أربع خمسة أحياناً تصير، ولكن ما شد انتباهه كثر شيء ثاني تماماً مختلف، اللي هو أنه درس الهندسة المعمارية ولكن لقى نفسه في الخطوط. نعم هو فنان وخطاط وبنفس الوقت مهندس. مهندس عبد العزيز العوضي، حياك الله. الله يحييك. أهلاً وسهلاً فيك. هلا والله. شنو صار؟ شنو اللي صار؟ شوف أنا بدايتي خلصت عمارة. نعم. زين يوميا اشتغل بالمجال، بالعكس يعني مجال وايد حلو وحبيته. زين بيوم الايام رحت قطر عندهم متحف الفن الاسلامي. نعم. دخلت هناك قاعد اشوف، انا ما كان عندي اي اهتمام بالخط نهائيا، فوانا قاعد اشوف كان اشوف لوحات قديمه، مخطوطات وايد قديمه يرجع تاريخها حق القرن الاول للاسلام. زين يوم قعدت اشوف المخطوطات قاعد اقول هذا اللي مكتوب عربي بس انا مو قادر اقرا ولا كلمه. صار عندي شيء غريب، يعني شلون هذا المفروض اللي احنا نعرف نقراه بعدين بالنهايه لغه القران. نعم. زين اذا هذه لغتنا. بالضبط هذه لغتنا، فلازم تعرف تقراها. يومي تحاول اقرا والله ولا كلمه. فشد انتباهي هني، استوعبت شغله، استوعبت شلون الاجانب يحبون اللغه العربيه او طريقه رسم اللغه العربيه، احنا ما تشدنا هالشيء. احنا لان تعودنا من احنا صغار نشوف اللغه العربيه بكل مكان. نعم. فمن كثر ما احنا نشوفها ننسى القيمه الجماليه اللي فيها. صحيح. فهني كذي بلشت، شدني يعني وايد وقلت خلاص هذا الشيء اللي انا راح اتعمق فيه. طبعا ما تعمقت فيه، خليته فتره، وبيوم من الايام كذي بطلت صور، قاعد اطالع صور الرحلات وكذي، شفت الصور هذه كان اشوف مخطوطه قديمه، قلت خل احاول اقرا هالمره. حتى اقرا الكلام، اوكي اقرا لي كلمه هني كلمه هناك كلمه هالصب. جيت اسوي سيرش عليه بالانترنت، اطلع الصفحه اللي بالقران اللي موجوده الحين بالخط اللي نعرف نقرا. نعم. وبلشت اقارنهم، ويوم بلشت اقارنهم اوكي عرفت ان هذا اللي مكتوب كذي وهذه الصفحه اللي نفسها يعني. نعم. فبلشت احط الاحرف بروح. بلشت اول شيء كتبت اسمي. زين ما كان عندي، مو اقول لك يعني ما كان عندي اي تصور ممكن يعني وين يمكن ياخذني هالخط. كتبت اسمي حطيته بالانستغرام، شفت والله الناس وايد متفاعله وقاعد تسوي لايكات، وكان وقتها الانستغرام توه طالع. نعم. اتوقع سنه 2011 2012. نعم. فجاه الناس ربعي دخلوا علي، ليش ما تكتب اسمي انا؟ ليش ما تكتب اسمي انا؟ زين انا ما اخط يعني. انا اسمي وبالغصب. انا اسمي وبالغصب حصلت الاحرف. انزين. بلشت اكتب اساميهم كذي، بعدين كان واحد من ربعي يتصل علي يقول لي عزيز ليش ما تسوي لك اكونت خاص حق هالشيء؟ قلت له أوكي. اوكي فكره. سويت الاكونت، حطيت الاسامي اللي انا مسويهم، وكتبت اي احد يبي اسمه بس يسوي لي بوست ويسوي لي تاج. حلو. ومنها كذي شوي شوي الناس بلشت تطلب اساميهم. كان بدايه الانستغرام يعني ما في وايد ناس، واللي يدخلون يعني ابي اسمي اوكي خلاص اكتب له اسمه ادز لي اياه. طبعا الخط كله غلط وماكو قواعد صح. بدايه بس انت مستانس على اللي قاعد تسويه والناس مصدقه. ما اقول لك لا ما كان غلط بس ما كان بالدقه اللي قاعد اسويها اللي وصلت لها الحين. زين سؤال، هل هي عدد الاحرف نفسها؟ وهل مثلا اذا حرف العين اللي احنا نعرفه كذي صاير، شلون صاير حرف العين باللغه القديمه او بالكتابه القديمه؟ هم عدد الاحرف نفسهم بس طبعا باء تاء ثاء ينكتبون نفس الكتبه، جيم حاء خاء نفس الشيء، الدال والكاف عندك تقريبا وايد نفس الشيء. زين عشان كذي قبل كان حتى ترتيبه الف باء جيم دال، لان الف باء تاء ثاء نفس الشيء، جيم حاء خاء نفس الشيء. نعم. ف مختصرينها. اي انت الحرف لما تقراه ممكن يكون مثلا كلمه بيت، اذا بدون نقاط يمكن بيت، يمكن نبته، يمكن بنت. صح. اي ف
فعشان كذي حطت النقاط التالي. نعم نعم. الموضوع وايد قديم، بس اكتشافك الجديد لا هو اللي خلاك تنسى نوعا ما فن العماره. انت اساسا مهندس معماري. عدل. هل ما زلت تمارس هذا الشيء ولا نسيته؟ بلى اكيد امارس أوكي. العماره بس مو مثل قبل يعني. نعم. الفكره بين العماره والفن يختلف من ناحيه انه لما انت تصمم كمعماري قاعد تصمم حق الزبون اللي جاي لك، فتبي تعطيه التصميم اللي هو يرتاح له، هو اللي يعجبه، فممكن كل شوي يغير، لا هني غير هذا غير هذا، بالنهايه يمكن تطلع بتصميم ما يكون انت عاجبك وايد بس عاجب الزبون. بس الفن غير، الفن انت تسوي شيء اللي انت عاجبك، بعدين الزبون اذا يبي ياخذه، اذا ما يبي ما ياخذه. عرفت؟ فهذا الفرق هني. اتفق معك، قاعد اشوف الابداع في الجانبين موجود، ولكن في جانب ياخذونه مثل ما هو، مثل ما عبد العزيز يبي، وفي جانب لا سوي لي حط لي غير لي، وهني الشخص المبدع نوعا ما يبدا يتضايق. مهندس عبد العزيز العوضي، او نقدر نقول الخطاط عبد العزيز العوضي بهذا الجزء من المقابله، بس الخط الكوفي هو الخط اللي يمكن شد انتباهك اكثر شيء، وهو واحد من اقدم الخطوط العربيه. انت قدرت انك تاخذه وتطوره، وعاده هذه الاشياء خلاص تاريخيه، ما دام موجوده كانت بهالشكل تظل بهالشكل. قدرتك على تطويرها اكيد كان في نوع من الانتقاد، اكيد كان في نوع من التحدي. الفكره العامه والقصه شو تقدر تقول لي عنها؟ اكيد اول شيء اذا نبي نتكلم عن الخطوط، خط كوفي المصحف يعتبر من الخطوط الموزونه، ما هي خطوط منسوبه. شنو يعني هالكلام؟ لما تقول مثلا الحين خط الثلث والنسخ او الخطوط الحديثه اللي دائما نشوفهم، دائما نشوف مثلا حرف الالف يحطون الخطاطين يمه نقاط، زين؟ نعم. فيقول لك مثلا طول الحرف هذا على ست نقاط. اوكي. فعندك قاعده ثابته، ست نقاط تسوي طول الحرف، ما تقدر تسويها سبعه، ما تقدر تسويها خمسة ونص. بالنسبه حق خط كوفي المصاحف ما كان كذي، اساسا خط بدون نقاط، فكان ينكتب بطريقه على الوزن اكثر. الخطاط هو نفسه لما عنده الورقه اللي ابي خط عليها يشوف شلون يخلي المسافه تكمل معاه، شلون يكون الخط موزون داخل الكلام نفسه. فعشان تبدع بالخط لازم تكسر قواعد. صح. الخطوط الحديثه مع ان في وايد خطاطين قاعدين يبدعون وقاعدين يطلعون اشياء جديده، بس الخطاطين الكلاسيك ما يحبون هالشيء، بالنهايه بيقول لك لا هذا الخط مو كذي راح كسر القاعده، ما يحبون. اتوقع هذا شيء بمجتمعنا وايد، ان احنا نحب نتمسك بالقواعد اللي عندنا ما نحب نطلع عنها. يمكن هو اي شيء تاريخي لا قدسيته نوعا ما، ان منو انت عشان تغير؟ بالضبط. ايه. زين، بس بالنهايه انت اللي بتسويه، انت تبي تسوي لوحه فنيه مثلا. نعم. زين، فاللوحه الفنيه لازم يكون فيها ابداع. صحيح. وش الفائده اذا انا ابي اكتب شيء بدون لا اضيف الجانب الابداعي او التتش الابداعي هذا. نعم. فبلشت يعني حتى الاضافات اللي كنت اضيفها ما اكسر بالقاعده الاساسيه. القاعده الاساسيه موجوده. بس اقعد اغير باشياء بسيطه. فاي كان في وايد تحدي من هالناحيه، وللحين في مثلا الخطاطين يشوفون ان هذا الشيء مثل ما تقول هذا مو خطاط، هذا فنان اكثر من هو خطاط. وبالعكس ما عندي اي مانع يعني من الكلام. حلو. اتوقع المزيج بين دراستك وبين حبك المفاجئ للخط العربي القديم، وانك تشوفه في متحف، وشلون تقدر تستخدم بعض الاشياء اللي انت تعلمتها في الدراسه كمهندس معماري ودمجها مع بعض، اعطتك هذه النتيجه. يقولون احيانا الابداع هو التمرد على الواقع، وانت عندك تمرد صار على واقع او على نسخه معينه من شيء معروف، الخط الكوفي من اقدم الخطوط، والمخطوطات اللي فيه خلاص هذا شكلها، فاي شيء مبتكر راح يكون لا 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 هذا غلط ما راح نضيفه. ولكن نفس اللي يقول هذا الكلام في غيره يقول كلام المخالف تماما، يقول لا بالعكس حلو، حلو ان احنا خذينا هذا الموضوع. تعرضت للنقد اكيد. اكيد. وتعرضت للمديح اكيد. بالضبط. اي هو اللي تحس انه يخليك شويه تقول تدري شلون بكمل وهالمره اقوى، اي واحد فيهم؟ انا بكمل كذي ولا كذي يعني، من نقد ولا من مديح انا راح اكمل بالمجال هذا، لان انا شيء احبه. مثلا انت قلت
انا درست عماره صح، بعدين لما دشيت هالخط شفت لا الحين في شيء ثاني لازم ادرسه. اوكي عندنا فنانين وايد بالكويت، بس شنو مشكله الفنان؟ عند الجانب الابداعي طاغي زين، فلما يجي يبي يسوق حق نفسه ما يعرف. يتوهق يعني. فقلت لازم ادرس بزنس او اداره اعمال، عشان كذي رحت اسبانيا اكمل دراستي. اخترت اسبانيا بالذات لان فيها اساسا مخطوطات قديمه، فيها عماره عربيه قديمه. نعم. فعشان كذي كان هذا اتجاهي. انزين بالنسبه حق الخط، خلينا نقول مثلا الكوفي، كوفي المصاحف، الناس نسوا خط كوفي المصاحف عقب ما طلعت الخطوط الحديثه. لما تشوف جماليه خطوط الحديثه مقارنه بالقديم ما تحس هذاك في جوده. فانت عشان ترد تحيي خط وايد قديم لازم تشتغل عدل. نعم. وتبين حق الناس شنو مكتوب. وعلى قولتك في النقد اللي كان يلي الناس ما تعرف تقرا الكلام، انت كاتب كلام بدون نقاط. طبعا الزباين اللي يجون من طرفي عارفين هذا الخط شنو، عارفين ان والله كلام بدون نقاط بس هذا هو الاساس وكذي. المشكله وين؟ المشكله لما واحد ما يعرف بهالخط ويقول لك تعال غير حط له نقاط وما ادري ايش. صح. أهم صارت لي مثلا سالفه دزيت لوحات سعوديه طالبينهم مني. نعم. وقفوهم الجمارك يقولون لي في تحريف بالقران. اوه. مع انه ما في تحريف ولا شيء، هو القران كان مكتوب كذي. فاضطريت اجيب لهم مراجع قديمه، صور. نعم. اوريهم واقول لهم هذا، هذه المخطوطه الاصليه، هذا الخط هو. عبد العزيز، في مجموعه كبيره من المخطوطات اللي انت سويتها، بعضها باسم الكويت، بعضها مخطوطات انت ابداعاتك الشخصيه، لكن هذه المخطوطات حطيتها تحت ماركه نقدر نقول اسمها ديزاين كاف. كلمني عنها اكثر، شلون تحتوي كل هذا اللي انت قاعد تسويه، ووين تشوفها رايحه بالمستقبل؟ انا ديزاين كاف سويته كان على السريع بصراحه، يعني أوكي. اول ما بلشت مثل ما قلت لك في الانستغرام بغيت اختار لي اسم، فاخترت ديزاين لاني مصمم او مهندس، وكاف لانه كوفي. حلو. فصار كذي ومشت معي. بس ما يعني مثل ما تقول مو هو التوجه اللي انا كنت ابيه. فتره جيت بغير الاسم، اخلي عبد العزيز العوضي، خلاص انه يصير هذا اسمي يعني. نعم. بالنهايه باسمي. بس مشى ديزاين كاف. الاسم يشد. الاسم يشد. عبد العزيز، في وايد مخطوطات انت سويتها اخذت شهره عالميه، سواء بعضها كان باسم الكويت كديرتك، مثلت فيها الدولة بأعمالك الفنية من ناحية ثقافية وفنية، وبنفس الوقت كان فيها أتوقع عمل لشركة عالمية، يا ريت تكلمني عنها. عدل، ماركة عالمية طلبت من خطاطين من خلينا نقول دول مجلس التعاون أن كل واحد يسوي له شيء، يسوي مخطوطة تمثل ديرته. نعم. فيوميت أنا مثلا أبي أسوي، ما أبي أستخدم الأبراج ولا خلينا نقول ابراج الماي لانه مستهلك. نعم. ابي شيء جديد، شيء يمثل جديد، شيء يمثل الكويت بطريقه حلوه. فاخترت برج الحمراء. لان بالنسبه لي برج الحمراء شكله غريب، وبعدين تدري يمكن اطول مبنى بالكويت. فاخذت هذا كلاند مارك حق الكويت وخطيته بطريقه انه مبين انه شيء من الكويت، وحتى طريقه الكلام اللي كانت مخطوطه عليها على شكل برج الحمراء نفسه. عجيب. وهذا الحمد لله يعني خلينا نقول كل ديره من هذيل سوت لهم شغله زين، وصار مثل براند حق الماركه هذه. والماركه موجوده في برج الحمراء، فاستفادوا من الموضوع بجميع النواحي. بالضبط. عجيب عجيب. عبد العزيز، ان انت تكون مهتم بنوع معين من الفنون وتركز عليه، معناته ان اتمنى لو يكون في مثلا حاضنه كويتيه للابداع، فعشان كذي انت قدرت انك تاسس مشروع اسمه وجهه. وجهه مو محدده بالتحديد لانواع الخطوط مثلا كانت او العماره او غيرها، لا هي وايد عامه بشكل اكبر. فيا ريت تكلمني عن وجهه وشلون هي كانت اول حاضنه كويتيه للابداع. مركز وجهه بالنسبه لي انه هو المكان اللي قاعد يتبنى انواع الفنون، خاصه احنا بالكويت دوله تفتقر للفن بشكل كبير. انت يمكن الناس هنا ما تستوعب اهميه الفن. الفن ترى من اساسيات اي مجتمع. نعم. لو ترجع مثلا حق الفراعنه، حق اليونان، حق روما قبل، شنو الشيء اللي وصلنا منهم؟ وصلنا منهم الفن.
الفن والعمارة ترى هو هالأشياء اللي إحنا قاعدين نأخذهم منهم، قاعدين نعرف طريقة حياتهم، قاعدين نعرف هم شنو كانوا يسوون بحياتهم اليومية من الفنون اللي عندهم. صحيح. الفن والثقافة هذي أنا أسميهم دائما المحرك الخفي حق أي حضارة. صحيح. عندك الفن غير أن مثل ما أنت قلت إبداع أو تمرد على الواقع، ما يطلع لك مخترع إلا أساسا يكون فيه حس إبداعي أو حس فني، فالفن لازم يكون فيه اهتمام. للأسف هني بالكويت ما في وايد اهتمام بالفن، فإحنا قاعدين نسوي هالشيء بمركز وجهة. مركز وجهة قاعد يجمع جميع أنواع الفنون، مو بس الخط العربي مثل ما قلت، عندنا الرسم والرسم بشتى أنواعه بكل المدارس المختلفة، في مدرسة الكلاسيكية، التعبيرية، التجريدية وغيرهم، وعندك الخط العربي وعندنا وايد خطاطين هناك، عندك مثلا الموسيقى، الموسيقى بكل الآلات، حتى الآلات الغريبة قاعدين نحاول نجيبهم عندنا بالمركز، وهو مركز أساسا حق تدريب ومكان فيه جاليري أو معرض نعرض فيهم الأعمال، وهم أوفر فيهم استديوهات خاصة حق الفنانين. مثلا أي فنان يبي مكان يشتغل فيه بعيد عن البيت، يبي مكان ملهم حقه، وجهه المكان المناسب حقه. وايد حلو أشوف الدور الفردي قبل لا يكون مؤسسي في تطوير مثل هذه الأمور. أنا متأكد أن في كم كبير من الفنانين، بعضهم قابلناهم بالبرنامج، بعضهم شفناهم في السوشيال ميديا، والموضوع ما هو مقتصر على نوع معين من الفن، لا، جميع أنواع الفنون. ولكن ما مهما كان كمية الاهتمام في الفنون والفنانين نفسهم بشتى مجالاتهم، كانوا كتاب، رسامين أو غيرهم، خطاطين باختلاف أنواع الفنون، يظل قليل. لأن مثل ما أنت ذكرت قبل شوي، شنو اللي يوصل لنا من أي حضارة أو ثقافة؟ دائما الفن هو أفضل طريقة للتعبير. ولكن الفن خلال الفترة اللي فاتت، نقدر نقول سنة ونص سنتين اللي فاتوا، خصوصا فترة الجائحة وكورونا، تغير الموضوع. قبل إذا عبد العزيز يذهب له شوية مخطوطات وأعمال فنية يقدر يروح حق أي جاليري في الكويت ويعرضهم، تغير الموضوع. باختصار قل لي شلون كورونا أثرت، هل السوشيال ميديا عوض ولا تحس أن الموضوع كان يعني نعمة ولا نقمة بنفس الوقت؟ هو الكورونا أثر على الكل بصراحة، يعني بدون شك. وإحنا يمكن من أول المشاريع اللي تأثرت، لأن المعارض أنت من أول المشاريع، مع المسارح والسينمات سكروا شهر 3، بداية شهر شهر 3 ب 2019، فكان وايد صعب علينا أن نقعد نستمر طول هالفترة، بس الحمد لله استمرينا ما أدري شلون. بالنسبة حق المعارض أنها تكون أونلاين ولا نسويها مثلا فيرتشوال، كان توجه وايد صعب، وخاصة الناس، أو خل أقول لك مثلا الفن أو اللوحة، أنت لما تبي تشوفها، لما تشوفها بالواقع غير لما تشوفها بالتلفون ولا من الكمبيوتر، فأي هذا شيء وايد أثر علينا، وما استفدنا من هالفترة وايد. يعني حاولنا نسوي وايد إيفنتات أونلاين، حاولنا نسوي دورات، بس ما كانت مثل ما تقول مجدية وايد. وأكيد يمكن بهذا الوقت الناس تكون قاعد حاتي صحتها، قاعد حاتي العالم شنو قاعد يصير. ولكن أنا متأكد أن في كم كبير من الناس يمكن زاد اهتمامهم بهذا الموضوع بشكل كبير. الفن أو الجانب اللي احنا نقبل عليه بالفن يختلف من عمر لعمر. الدورات تلعب دور كبير. راح نسولف أكثر مع المهندس عبد العزيز العوضي ونتعرف على شنو اللي خلى العمارة تساعده في موضوع الخطوط. عبد العزيز، انت قلت لي قبل شوي ان الخط العربي وبالتحديد الكوفي سابقا ما كان في اي نقط على الحروف، فشلون كانوا يعني خبرتك واللي تعلمتها شلون كانوا يقرون الكلام صحيح، ومتى دخل التنقيط على الامور؟ بالنسبه حق التنقيط قبل ما كانوا يحتاجون نقاط، يعني لما تدز كتاب انت حق شخص بدون نقاط او رساله راح يقراها عادي، بس اذا حطيت ما يختلف المعنى؟ هم يفهمون المعنى من الصياغ. اوكي. زين، اذا انت حطيت له نقاط ودزيت له، كاني الحين انا ادز لك كلام وحاط لك اياه تشكيل. كاني قاعد اقول لك انت ما تفهم. بالضبط. اوه.
فيها ناحية أخلاقية. اي يعني أوكي. انت لما احط لك تشكيل انت ما تحتاج تشكيل، لا. انت تدري ان هذه فتحه ولا ضمه ولا كسره. لا. نفس الشيء النقاط، اتوقع احنا راح نقدر نقرا بدون نقاط اذا كتبت كلام بدون نقاط، بس يمكن نواجه صعوبه مثل ما تقول اي طفل 6 سنوات 7 سنوات لما يبلش يقرا بدون تشكيل شلون يواجه الصعوبه. لا. احنا نفس الشيء. سالفه النقاط انحطت تالي عقب ما بلشوا الناس يدخلون الاسلام، فصار في صعوبة ان الناس تقرا، خاصة اللي قاعد يدخلون الاسلام ما هم عرب، وايد اعاجم قاعد يدخلون وايد من جنسيات ثانية، فما يقدر يقرا اللغة العربية. فهني صار انه لا لازم نحط نقاط، وعلى فكرة التشكيل نحط قبل نقاط الحروف، فبعدين لما صار النقاط والتشكيل صارت بالنسبة لهم القراءة اسهل. نعم، فهو مجرد تسهيل للقارئ عشان يفهم معنى الكلمة أو غيره، ولكن حبيت النظرة الخلفية للأمور شلون كانت. نفس ساعات يمكن أكيد وصلت لك هذه الصورة، يطرشونها وايد يعني فوروردات اللي هي كلام احنا نعرفه ولكن الأحرف مقلوبة ما هي بمكانها الصحيح، بعدين يقول لك إذا استطعت أن تقرأ هذه الجملة فأنت مثلا على حد معين من الذكاء أو أمورك العقلية تمام، لأن المخ قادر أنه يرد كل كلمة بأحرفها إلى مكانها الصحيح. إيه؟ صح؟ هذه تضبط بالإنجليزي بس ما تضبط بالعربي. والحلو بالموضوع أن الأحرف الإنجليزية منفصلة. الأحرف العربية تلاقي الحرف يتغير شكله مع الحرف اللي قبله والحرف اللي بعده. لا. فمثل ما تقول الحرف مرن لازم يرتبط بحرف وراه ويرتبط بحرف قبله. لا. وأتوقع هذا شيء ينعكس على شخصياتنا إحنا. احنا هني مثلا اللي نتكلم لغه عربيه دائما تلاقي شخصياتنا تختلف بتعاملنا مع اي شخص على حسب الشخص اللي قاعد نتعامل معاه. برا او باللغه الانجليزيه لا، ما له شغل شكل الحرف، هو واحد، كان حرف قبله ولا حرف بعده هو شكل الحرف ما يتغير. ثابت ما يتغير. نعم. دخلت انت بموضوع الاحرف بمجال اكبر من مجرد انه والله عندي اهتمام او ليش ما في تنقيط على الاحرف، انت دخلت بصناعه وتعتيق الورق نفسه. صحيح. شو اللي وداك لهذا البعد؟ هو قبل ادش على سالفه الورق اساسا درست تاريخ اللغه. نعم. او ليش الانسان فكر يكتب؟ ليش الانسان فكر يسجل اشياء؟ ليش عند الانسان هالاهتمام انه انا ابي اسجل شنو انا قاعد اسويه؟ هل هو نوع انقل للحضارات اللي بعدي مثلا؟ مثلا اي. ليش ابي انقل هالكلام حق الحضارات اللي بعدي؟ فبلشت اقرا تاريخ اللغه وشلون تكونت الاحرف. نعم. طبعا قبل الاحرف لا تنكتب كان في رموز. نعم. مثل الرموز الهيروغليفيه هذه تعتبر رسمات بس لغه. اي لغه بس هي رسمه. والرسمه ممكن تعطي اكثر من معنى. نعم. فلازم يحط لك رسمه ويمها رسمه ثانيه. الرسمة واحدة وصف والثانية دلالة. نعم. تدل على الكلمة. نعم. نفس الفراعنة مثلا؟ نفس الفراعنة. أوكي. وبعدين شلون طلعت الخطوط؟ شلون طلع الحرف أو شلون اكتشفوه؟ الحرف كان بالنسبة حق ذاك الوقت تغير جذري حق اللغة. صرنا كلنا نعرف نقرأ. أنا أبي أفهمك شغلة بدون لا أتكلم معاك تقدر تقرأ الكلام. نعم. من أحرف. فهذه مثل ما تقول تكنولوجيا عظيمة، وللحين احنا قاعدين نقرأ كلام ناس كتبوه من آلاف السنين، يعني كأنه شيء ينتقل عبر الزمن حقنا. بالنسبة حق الورق، الحين لما بلشت أخط أنا أبي أسوي اللوحات بس أبي يكون شكل الورق نفسه قديم. فتعلم طريقة تصنيع الورق. زين، في وايد طرق، وطبعا كل حضارة كانت عندها طريقة تصنيع ورق. مثلا عندك انت العرب يوم كانوا يكتبون على الرق او جلد الغزال من داخل. نعم. زين، وهذا عشان توفر الورق يبي لك كم غزاله، يعني اذا بتسوي لك كتاب واحد راح يكلف. نعم. فما كان شيء سهل انه يحصلونه. الورق بذاك الوقت كان وايد غالي، واللي عنده ورق يعني هذا انسان عنده فلوس، واللي عنده كتاب يقدر يشتري كتاب او يقدر يشتري بيت. عجيب. فانه يكون انت عندك كتاب انت انسان يعني مرتاح ماديا. والاوراق تطورت طبعا،
عندك الحضارة الصينية يمكن هم اللي اخترعوا الورق اللي احنا نعرفه الحين. الفراعنة عندهم الورق البردي نعم اللي دائما تشوفونه صح، اكثر شيء درسناه. اكثر شيء درسناه. نعم اي، فكل واحد عنده طريقة بتصنيع الورق. نعم نعم وكان التحدي انه يطلعون ورق صافي مثل ما احنا نشوفه. احنا الورق الاي 4 اللي تشوفه بيدك هذا ناخذه كامر مسلم، يعني متروس وايد وعادي نقطه كذي. صح. بس بذاك الوقت لو يشوفون بياض الورق هذا راح يتعقدون من اللون، لونه شلون ابيض. نعم نعم. زين، فحبيت اتعمق بهالشيء. وتقدم دورات فيه انت بعد حاليا؟ اقدم دورات. نعم. فيه. نعم. زين، في يعني كذا مثلا طريقة. الورق اللي يكون من جلد الغزال، هل هذا شيء مسموح وتقدرون تسوونه حاليا؟ انا ما اسوي شيء يعني مثلا جلد الغزال او شيء كذي، انا دائما الجا حق الريسايكلد او المواد المعاد تصنيعها. نعم. احاول يعني مثل ما تقول احافظ على البيئه، احافظ على اي شيء زايد مثلا ورق ما احتاجه هني ارد اصنعه مره ثانيه اسوي لي ورق. نعم. مهندس عبد العزيز، بالفتره الاخيره طبعا يعني السنوات الاخيره نقدر نقول بسبب تطور الاعلانات وطريقتها يعني حرص المعلن على أنه يوصل أكبر عدد من المعلومة بنفس الوقت بأقل عدد من الأحرف، لأن أنت بالسيارة قاعد تمر قاعد تشوف إعلان كبير ولكن ما راح يمديك تقرأ هذا كله، فيصير أحيانا دمج بين لغتين، بين أحرف من لغتين بمعنى أصح. هذا الدمج يعطي أحيانا فرصة لتوصيل الرسالة بشكل أفضل. هل من وجهة نظرك شخص يتكلم اللغتين وشخص متعمق أكثر باللغة العربية هو تقليل من شأن لغة على لغة؟ ممكن الناس تنتقد هذا الشيء ولا تشوفه لا هذا بالعكس شيء زين وما راح يضر لأن اثنيناتهم واقفين على حيلهم؟ أبدا بالعكس، يعني هذا الشيء يعني الإنسان يحتاجه حق التطور. نعم. مثلا تشوف الخط العربي اللي ينخط بالطريقة الصينية أو اليابانية. نعم. شيء جميل. زين، فليش لا؟ يعني انا قاعد اطور بالفن، انا قاعد اطور باللغه مالتي، انا قاعد اخلي حتى الناس اللي من الصين واليابانيين اخليهم يهتمون باللغه العربيه. والله اوه هذا قدر يدمج العربي بالانجليزي او العربي بالياباني مثلا. نعم. نعم. بالعكس شيء وايد زين انا اشوفه، وهذا الشيء اللي قربنا من بعض يعني كبشر. أن نشوف عامل مشترك ولكن لغة مختلفة. بالضبط. تحس أن اللي قاعد تسويه خذ الشهرة والصيت اللي أنت ودك توصله؟ أنت قلت لي بالبداية كان الموضوع مجرد أكاونتك تكتب فيه أسامي ربعك أو أسامي ناس تعرفهم بلغة مختلفة تشد الانتباه، أوه هذا الشيء، لكن هل الشهرة تقتصر على اللي أنت قاعد تسويه ولا الموضوع يستاهل معرفة وتوعية بشكل أكبر؟ أنا دائما أشوف أن الفن جانب لازم يصير فيه اهتمام، والكويت يعني وايد ناقصها اهتمام بالفن. نعم. فأكيد الشهرة وايد تفيد، خاصة عطني المجال الفني والثقافي بالكويت. نعم. نعم. هذا الشيء لازم يشتهر بالكويت. أنت تبي تطلع جيل واعي، جيل يفهم فائدة الفن والثقافة. أنت تبي تطلع جيل شوي مثل ما تقول راكد مثقف. نعم. عشان يواكب التطور اللي قاعد يصير بالعالم. نعم. فأنت محتاج تهتم حق هالجوانب، وأنا أشوف هذا أساس اللي لازم نبلش فيه يعني. نعم. نعم. ممتاز. مهندس عبد العزيز العوضي، مهندس معماري وبنفس الوقت فنان وخطاط، الجمل اللي قاعد تقولها كلنا متفقين معها، وأنا متأكد أن عندنا إرث كبير. هذا الإرث يمكن دول وايد تفتقره، فعشان كذي يمكن تفتقر الثقافة، ولكن اللي عنده إرث كل اللي يحتاج يسويه أنه يتكلم عنه بشكل أكبر ويحط الناس اللي لهم خبرة في هذا المجال بالواجهة عشان يتكلمون ويوعون الناس على يعني الفن والثقافة اللي عندنا. فشكرا على وجودك معنا، السوالف وايد حلوة كانت وياك، وإن شاء الله نشوفك بلقاء ثاني. شكرا. حياك الله. أهلا وسهلا. نشوفكم إن شاء الله بالحلقة الجاية في برنامج من يستحق الشهرة. ضيفنا كان مهندس عبد العزيز العوضي، سوالف وايد حلوة واهتمامات مختلفة هي اللي تجمع ضيوفنا في من يستحق الشهرة.